تنضم إلينا هنا في الاستديو مصممة الأزياء هبة حوران. هبة صباح الخير. صباح الخير. احنا لأنه قاعد يقولوا لي سريع سريع فراح ندخل قاعة المحكمة بدون فورا. طيب قبل أن ندخل هذه القاعة نبدأ بهذه الصورة اللي راح تعبر عن موضة الصيف، وهذه الصورة عبارة عن بنطلون جينز ذو جيوب وهو لوك نسائي. هذا دو، هذا هو عنوان الموضه لربيع صيف 2023. كلنا نروح نشتري مثله يعني. راح نشوف بوكيتس بكل الاماكن للرجال وللنساء، للرجال وللنساء اكيد. واسع فضفاض يكون، واسع فضفاض لوز مناسب للجميع. مناسب للجميع، بيشبه الكارغو. هو الكارغو اكيد بلش معنا بالشتويه وبعده مكمل معنا بالصيفيه. بالصيف اكيد. طيب هذا خلينا نشوف اللوكات النسائية. يس هذا نعم أو يس لا؟ أكيد يس. أوكي. يس. ليش؟ أول شيء الأوفر سايز البانتس، ورح نشوف في بوكيتس حتى بقصات مختلفة. يعني البنطلون لازم يكون واسع. أكيد واسع. وفيه كتير جيب. أكيد. أوكي. خليني أنا رح أروح على الرجالي، ما لي علاقة بالنسائي. طيب. إيه أنت نسائي. طيب. يلا. كملي. والتوب أو يعني البلوزة بتكون برضو واسعة. واسعة. أوكي. هذا يس. أكيد نو. نو. هذا ما تلبسوه يا صبايا، باهت جدا والموضه خلصت موضه السيمبل اللي يكون هيك خلص اوت ديتد بقى. بدنا نكون شوي بولد اكثر. موضه قديمه، نشوف كلرز كثيره هيدي السنه. خليكم جريئين يا صبايا، خليكم جريئين. رح نشوف كلرز كثير جريئه. اوكي. اناقه ولا لا؟ اناقه ولكن هي بعيدا عن عالم الموضه. طيب هذا نسائي بعد. هذا نعم، هذا نعم اكيد. فهلا موضه الالوان، الوان يس اكيد. شوف ألوان الشمس، يعني كل شيء طبيعة بتعطي بهجة رح تكون موجودة. هذا صباحي ولا مسائي؟ بصراحة هلأ فيك تستايلت كيف ما فيك. يعني فلات بيمشي الصبح مع هيلز مع شعر بيمشي للمساء. طيب نشوف اللوك اللي بعده. تكفون رجالي. لا. هذا لا أكيد لا. هذا لا. عندش عندش. هذا لا وألف لا. لاحظتي حتى ردة فعل الرجال لا. لا أنا أول ما شفته قلت لا. باهت جدا وفعلا كانه موضه قديمه. فخلينا لو كان هو دوتس منقط ممكن يكون من ضمن موضه السنه، ولكن الورود خلص خلاص انتهت. الورود بانواعها خلاص ممكن أوكي. ترجع بعدين ولكن مش يلا وين. طيب يلا بعده رجالي. لا اكيد يس اكيد يس. نعم. طيب نعم حكينا اللوز كات مش ضروري يكون الجيوب موجوده، ولكن الاطلاله المريحه الفاتحه اللي بتكون خلص يعني انت طالع بالصيف ما بدك يكون شيء تايت عليك، فاكيد يس. بس المهم لوز ولا لينن مفترض ولا الاقمشه ما يعني انت في كثير فيك تكون تلعب فيها، ولكن الشيب او القصه هي المهمه هيدي السنه. ولازم يكون التوب مع البنطلون نفس اللون ما في مشكله. لا رح نشوف الوان كمان صاخبه اكثر. ها اكيد لا اكيد لا اكيد لا. شو اللي ليش هيدي الموضه صار لها ماشيه معنا زمان كثير. ايه؟ ولكن هيدي السنه خلص صار وقت التغيير. جدا خلص. ممله حتى اذا بتشوفها للعين. هبه حوران تقول لكم اوعوا تلبسون هذا الشيء. اللي بعده يلا. ماكو سحر. شوف الفرق. لا مالك انت بتقولي نعم، انا بطلع بقول لا. للحقيقه رح يكون في جرأة مثل ما قلنا اول شيء، رح يكون في جرأة بالالوان حتى للرجال لحتى نعطي هيك طابع الحياة يعني. تيشيرت ممكن بس بدي اشتري لك هذا الشورت. لا هلا رح نتقابل بعد شورت. والله انا اسف بس للوهلة الاولى حسبتها تنورة يعني. لا شورت. انا اسف والله. هلا لسه بعد العين بس تعود على اللوك بكره بتشوفه حلو. هذا اللوك. طب هذا لا يعني هيدا ان بتوين. هيدا لا هذا هيدا لا بالنسبه للموضه. نعم. قديم هذا شعرفك. طب حلو قديم قديم. ممكن الاشخاص الكلاسيك اللي هن بالسيف سايد يفضلوا يكونوا بهيدي الزون، ولكن طب. لا يتطابقون مع اكيد الحلو. ايه هذا اكيد حلو. يس يس جميل. أوكي. هيو الكارغو. ليش ليش كارغو الجياب اللوز كات الكلرز الصيفيه واسع يا شباب كله واسع. الالوان سريعا الالوان النسائيه رح تكون عندك البينك، عندك الاورنج، اليلو. الرجاليه في عندك الالوان البارده اللي هي السماوي والدارك نيفي والدارك جرين. هبه حوران شكرا جزيلا لك. نشوفك مره ثانيه. شكرا يا هبه. لمتابعه المزيد من الاخبار والبرامج والقصص الانسانيه والوثائقيات والتقارير الاخباريه لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الاعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.